والسيد عيض المنهالي من دولة الإمارات العربية المتحدة. كل الشكر لحكام البطولة وأيضا حكام الساحة على جهودهم الكبيرة في هذه البطولة. يعني شفنا تحكيم أكيد مشرف ونزيه وعادل لحكام البطولة، يعطيهم ألف عافية، ما قصرتوا بيضوي. I'd like to say thank you very much, ladies and gentlemen, to our panel of judges from Bahrain, Mr. Ala Ahmad, from the Kingdom of Saudi Arabia, Mr. Ali Amakrani, from Syria, Mr. Basil Jadan, from the Kingdom of Saudi Arabia, Mr. Fahad Mutlak, from Kuwait, Mr. Jassim Amazba, from Egypt, Dr. Mahmoud Mozan, also from Egypt, Mr. Mohamed Badrawi, from Kuwait, Mr. Nasser Al-Gaith. We have to say thank you very much to Mr. Sufyan Taha from Palestine, from Oman, Mr. Suleiman Al-Atali. We also like to say thank you very much to our ringmaster from Egypt, Dr. Hamad Amat, and from the United Arab Emirates, Mr. Ada Amanali. والآن مع تكريم الجهات الداعمة، كل الشكر للجهات الداعمة على دعمها لبطولة الظفرة. ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. بلدية منطقة الظفرة، شركة أبوظبي للتوزيع، مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير، لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، مستشفيات الظفرة، مديرية شرطة منطقة الظفرة، شركة أبوظبي للخدمات الصحية. وأيضا تسر اللجنة المنظمة للبطولة، يعني شكر كل من السيد أحمد سعيد الهاملي والسيد أحمد سعيد المنصوري والسيد راكان محمد المرر لمشاركتهم المتميزة في النسختين الأولى والثانية لبطولة الظفرة لجمال الخيول العربية. الأمر الذي ساهم من جميع الجهات الداعمة في خروج هذه البطولة بهذا الشكل المتميز الذي رأيناه في هذه البطولة. كل الشكر للجهات الداعمة على دعمها المتواصل. يعني البطولة ما طلعت بهذا النجاح إلا بفضل أيضا دعمهم وأيضا مشاركتهم في هذه البطولة. كل الشكر لكم. We like to say thank you very much to our sponsors. We see them here in the middle of the arena, and those who are supporting the first and the second edition of the Al Dhafra Arabian Horse Championship. الآن مع كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لأعلى معدل نقاط تحقق في البطولة. الجائزة، وهي من الجوائز الخاصة في هذه البطولة، جائزة كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد لأعلى معدل نقاط تحقق في البطولة من نصيب جي اس السلطان لمربط الجواهر للخيول العربية بمعدل 92.10 نقاط. إذن هذه الجائزة تمنح لأعلى معدل نقاط تحقق في البطولة من نصيب جي اس السلطان لمربط الجواهر للخيول العربية. Ladies and gentlemen, the special award for His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan Cup. Congratulations to GS Al Sultan with a total score of 91.10. Congratulations to the Al Jawahar Arabian Horsted.
والآن مع جائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمربيين المواطنين في منطقة الظفرة. أولا فئة الفلوات، الفلوة رقم 4 نود، ومالكها أمير محمد المنصوري، عامر محمد المنصوري، ما الأسامي بالإنجليزي، عامر محمد المنصوري. Ladies and gentlemen, we are now handing over the trophies for His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan Award to the breeders here from the Al Dhafra region. في فئة المهرات، المهرة رقم 87 بلقيس الهبوب لأحمد الهاملي، والمهرة رقم 122 كحيلة بابل لمحمد حمد المنصوري، والمهرة رقم 137 دي مشيرة لزايد سعيد المزروعي. هذه جائزة مقدمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمربيين المواطنين تشجيعا لهم، أكيد دعم سموه كبير ومتواصل للكفاءات الإماراتية في مجال الخيل. الآن في فئة الأفراس، الجائزة ذهبت للفرس رقم 208 غدير الهبوب لمالك أحمد سعيد الهاملي. في فئة الأفلاء، الجائزة ذهبت للرقم 276 غياث ليوى لمربط ليوى الخيول العربية، ولرقم 262 برقان لأحمد سعيد المنصوري. في فئة المهور، الجائزة ذهبت لي ناموس الهبوب لأحمد سعيد الهاملي رقم 380، ولرقم 365 كاج هدية لمحمد حمد المنصوري، ولرقم 328 ثامر الهواجر لعفرة مطر المنصوري. وفي فئة الفحول، الجائزة ذهبت إلى الفحل رقم 443 بولغاري WEA لمربط ليوى للخيول العربية، وللفحل رقم 452 الترف MS لمحمد السعيد المنصوري. مبروك للحاصلين على جائزة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمربيين المواطنين في منطقة الظفرة. الجوائز مستمرة في بطولة الظفرة للخيول العربية. والآن مع جائزة أخرى أيضا من ضمن الجوائز المرصودة هنا في بطولة الظفرة، وجائزة أفضل العارضين المواطنين. أفضل العارضين المواطنين تباعاً هم أحمد علي ملاح المنصوري، أحمد حمد سليمان المطلع اليماحي، علي عبد الله خميس الدرمكي، فهد شنوان صياح الشمري، حمد محسن مبارك الحارثي، محمد عبد الجبار آل علي، محمد إبراهيم الحمادي، سليمان عبد الله محروس السومحي، سلطان عبد الله حسن الرئيسي،
مبروك للعارضين المواطنين وأيضا هنالك عارضين من المملكة العربية السعودية الشقيقة نبيل الصبحي وعزام القاسم الأشقاء من المملكة أيضا من العارضين المتميزين لهم جائزة أكيد في هذه البطولة ما حد يطلع من دون جائزة في بطولة الظفرة الكل متنومس والكل فايز. Ladies and gentlemen, in the meantime, we see the best UAE handlers here at the Al Dhafra Arabian Horse Show, honored by a wonderful award. So congratulations to the best UAE national handlers here now in the arena. كل الشكر لسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. كل الشكر سعادتك على تشريفك لنا في هذه البطولة وعلى تكريمك أيضا للفائزين اليوم. يعني الشكر للجميع صراحة على دعمهم وعلى مشاركتهم في هذه البطولة. لا زالت فعاليات بطولة الظفرة الجمال الخيل العربية مستمرة. سنكون معكم بعد قليل مع بطولة الأفلاء. بداية سنكون مع استعراض الأفلاء المشاركة ولنا عودة مع التتويج.